السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبخير ونشطين كيف ما العادة. جبت لكم اليوم وصفة ديال الطويجن عادي ديال كل نهار، ديال الكفتة ديال الحوت. كنتمنى أنكم تتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير حتى الأخر. هاد الطويجن كيجي لذيذ بزاف وما تيجيش فيه الطيبة ديال الحوت. هنا غنستعمل انا السردين، لان السردين لقيتو غليظ وهذاك ما تيعجبنيش، مقلي اولا طايب تيجي زهيم. اذا هنا يمكن لكم تستغلوا هاد النوع ديال الحوت ما كتلقاوش بعض المرات وديروه كفته، واما الشطون حتى هو تيجي كفته زوين. اذا غناخدو طحانه ديال الكفته اللي كنطحنوا فيها اللحم والخضره، غنوضع فيها واحد القبيطه ديال المعدنوس والثومه، واحد الضريس ديال الثومه، والفلفله خضراء. يعني كتجيبوا غزال هاد الفلفله خضراء، كتجيبوا رائع. بالنسبه للعطريه غادي نستعمل معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره عامره، معلقه ديال القزبور يابس حبوب، ومعلقه الفلفله حمراء، والملح حسب الذوق. بالنسبه للثوم بودره يمكن لكم تستعملوه، يمكن لكم تستغناو عليه، ديروا غير الثوم طري. اذا كنوضع هاد العطريه كلها مع ديك المعدنوس والفلفله، وغادي نضيف لهم الحوت من بعد ما نقيته مزيان وغسلته بالخل والملحه. زولت له الشوك ديالو ديك السنسول، وزولت له الجلده، وغادي نوضعو في ديك الطحانه ديال اللحم. هنا الا كانوا عندي ديك الرويصات كيكون فيهم ديك الشوك رقيق، خصني نقيهم مزيان باش ما كيبقاش. بالنسبه لهاد الطاجين الفائده ديالو ان بالنسبه اللي عنده الوليدات ما تياكلولوش الحوت، بحال دابا انا الوليدات ديالي ما تيبغيوليش الحوت مثبت ديك الشوك اللي تيكون فيه. لهذا ملي كندير لهم هاد الكفته ديال الحوت بهاد الطريقه تياكلوه ويعجبهم ويجيهم لذيذ، لان الحوت مهم يعني بالنسبه للدراري ولا بالنسبه للكبار، فيه فوائد كثيره. اذا هكا نستغلوا هاد الطريقه ونوكلوا وليداتنا الحوت ولا السمك باش يستافدوا منه. اذا غادي نطحن هاد العناصر مزيان، وهنا غادي نكون انا رقدت واحد جوج معالق ديال الرز، كنرقدهم شويه ديال الماء، جوج معالق كبار ديال الرز العادي البيض تنرقدو في شويه الماء ونصفيهم، ومن بعد كنضيفهم على هاد الخليط هذا. بالنسبه للرز غير مرقد ما طايبش، لان هذا اصلا كيكون كيطيب دغيا، حتى كنخلطو مع الكفته وكيطيبو هو وياها في مره في دقه واحده، وتجيبها زوينه ولذيذه. ندور الرز، غادي نضيفو لديك الكفته وغادي نخلط كلشي مزيان. غنوضعو جانبا وغادي نوجد الطويجن ديالي. غادي ناخدو غنحك فيه واحد جوج مطيشات تقريبا كبار او لا ثلاثه صغار، كتبقى دائما الكميه على حسب العبار اللي درتي، واش بزاف الحوت ولا غير شويه. غادي نحك عليها واحد جوج دريصات ديال الثوم. وبالنسبه للعطريه كندير نفس العطريه اللي درت مع الكفته كنديرها حتى هي في الطاجين. اذا بالنسبه للسمك يعني مفيد بزاف، يعني من احسن الانواع ديال اللحوم اللي فيه فوائد كثيره، ويعني خاص ضروري نستهلكوه على الاقل واحد جوج المرات في الاسبوع. وبالنسبه يعني الاضرار ديالو قليله بزاف، يعني كنظن الى منعدمه بالخلاف ديال انواع اللحوم الاخرى.
اللي كتلقى ضروري، اختي ما خصناش نكثروا منها، ما خصناش يعني فيها شروط، ودخلت فيها تغييرات جينية، لهذا ان كيبقى السمك هو النوع اللي اللحوم اللي آمن. هنا تنزيد شوية الهريسة على حسب الذوق، اللي بغى يزيدها اللي بغى ما يزيدهاش. اذا غنخلط هاد العناصر وغنرد الطواجن ديالي باش يتقلى على ما نوجد ديك الكفيته نكورها. اذا تندير كويرات على حسب كبيره ولا صغيره على حسب الرغبه. اذا بالنسبه للسمك كيف ما قلت لكم، كيبقى يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه خاصنا نولفوها للوليدات ديالنا، وتلا هما كانوا ما يبغيوش كيف ما قلت لكم شي انواع، نحاولوا اننا نديروها لهم بشي طريقه مختلفه اللي تحببهم انهم ياكلوها، وهكا يستافدوا من الفيتامينات والمكونات اللي فيها. اذا الطواجن ديالي غادي نبقى مره نحركه، وغادي نضيف له واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت، اما زيت الزيتون او زيت المائده على حسب اللي موجود. بالنسبه للخضر انا غادي نستعمل هنايا غير بطاطا والفلفله. غادي ناخد، يمكن لك تستعملي اي نوع ديال الخضر عندك، خيزو ولا القرعه. انا غادي ناخد واحد جوج بطاطات متوسطين، غادي نقيهم وغادي نقطعهم دوائر، وفلفله كذلك خضراء اولا ملونه كنقطعها دوائر ونقيها مزيان. وغادي نستعمل زيتون خضر مقطع. غادي نبدا نستف الخضيره ديالي هكا في الطاجين. وغنضع فوق من هذيك الكويرات ديال الكفته، وعاد غادي نزين من الفوق بالفلفله بالالوان، كتجي تعطي واحد المنظر، لان كيف ما كيقول لك العين هي اللي تتاكل، حتى المنظر كيلعب دور انه كيفتح الشهيه، وديك اللوينات كذلك. غادي نوضع الزيتون مقطع والليمون مصير، طريفات ديال الليمون مصير. هنا الا بغيت ندير واحد الحكه ديال السحتر حتى هي نضيفها، حتى هو كيعطي واحد البنه وكيتواتى مع الحوت ولا مع السمك. صافي هكا غادي نزيد واحد الكويس ديال الماء، وغادي نشد على الطاجين ديالي ونخليه يطيب. الطواجن ديالي هو وجد، ما تياخدش وقت كتير، تيجي رائع، واحد الريحه كتطلع منه كتشهي، ما تيجيش فيه نهائيا الزفوره ديال السمك، والالوان فيه زوينه. كنتمنى ان هذا الطاجين يعجبكم وتجربوه. ما تنساونيش من لايك، من جيم، بارطاجي وخليو لي كومونتير. بالنسبه اللي اول مره تدخل القناه كنقول له مرحبا بك، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.